أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما صحة هذه المقولة: نحن ندافع القضاء والقدر، فإذا وقع نسلم له، وجزاكم الله خيرا؟ نعم، أن تعمل الأسباب. ندافع يعني نعمل الأسباب التي تدفع عنا المكروه، وإذا وقع مع المدافعة هذا قضاء الله وقدره. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وقدر الله وما شاء فعل. هذا صحيح.